مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مارش النيل، نتعرف خلالها على مؤشرات البورصة المصرية والبورصات العالمية ونلقي الضوء على مؤشرات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث وصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي مكاسبه القوية لدى إغلاق التعاملات في بداية تعاملات الأسبوع، مدعوما بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين الأجانب والعرب سواء الصناديق أو المؤسسات والأفراد ونشطت أسهم قطاعات الخدمات المالية والبنوك والأسمدة والاتصالات. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم شركات المقاده بالبورصه بنحو 12 مليار جنيه ليصل الى تريليون و368 مليار جنيه بعد تداولات في سوق الاسهم بلغت نحو 2.1 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصه الرئيسي جي اكس 30 بنسبه 66% ليسجل نحو 20213 نقطه و7 من النقطه، وهو اعلى مستوى له في تاريخه. والمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف أستاذة عصمت ياسين خبير أسواق المال. أستاذة عصمت تحياتنا يا فندم. حضرتك أستاذ محمد، يعني اليوم المؤشر الرئيسي يحقق قمة تاريخية، يعني الأسباب وراء هذه القمة وإلى أي مدى يمكنه الاحتفاظ بهذه القمة؟ احنا من الاسبوع اللي فات وشاهدنا خلاص لمسة منطقة العشرين ألف، النهاردة احنا ما قصرناهاش، احنا لسه فوق استيل، يعني فوق منطقة العشرين ألف، قافلين الجلسة على عشرين ألف واحد وعشرين. احنا لسه في منطقة أمان، احنا خدنا خلاص أب ترند، ميجور أب ترند. منطقة المقاومة الأساسية عندنا اللي هي 20065، خلينا نكون إن دي كانت أعلى نقطة عملناها الأسبوع اللي فات، ودي المقاومة الصغيرة الماينور بالنسبة لنا. إن شاء الله بكسرها الأعلى هنبتدي إن نستهدف مناطق جديدة. طبعا احنا في مناطق جديدة تاريخية، تعتبر المؤشر الرئيسي بيتحرك وراء مؤشر التضخم. احنا التضخم عندنا مرتفع، فقصاده احنا بدا يتحرك المؤشر الرئيسي، ممكن احنا نشوف ارقام تانية اعلى من منطقه 20065، ممكن وارد جدا ان احنا نشوف في الربع الاخير من العام ان احنا نشوف ارقام تانية في المؤشر الرئيسي. لكن احنا لو بصينا على اي جي اس سيرفيس كاب المحدد الاوزان، هنلاقي ان احنا لسه عند منطقه البيك الرئيسيه اللي عملناها في 2018، اللي برضو بيقول لنا ان احنا اساسي في منطقه مقاومه رئيسيه وميجر اب ترند، ووارد ان احنا نكمل فوق، او لو حصل اي تصحيح هيكون بس تصحيح صغير، هيكون فرصه لتصحيح. يعني ارباح يعني يا استاذ عصمت ولا بالظبط؟ يعني ارباح وفي عندنا ارقام، يعني مش هيبقى في حاله فزع، مش هيبقى في بيع عشوائي، لا احنا هيبقى بس عمليه كوركشن صغيره داخل الاتجاه الصعب. نعم، بتبقى عمليات جني ارباح صغيره طفيفه داخل الاتجاه الصعب. في ارقام عندنا بدانا فعلا ان احنا نحققها وبدات الاسهم ترتفع فيها، فطبيعي جدا ان انا اشوف في استراحه بعد وصولنا للمناطق المقاومه. الاستراحه دي مش هتخوفنا، انا مفيش حد بيطلع شرط زي حضرتك عارف يا استاذ محمد. نعم، الصعود بيليه بعد الهدوء وبعد التهدئه بجزء من الصعود. نعم، مش بنسبه، يعني دايما لازم نخلي بالنا احنا طلعنا لما نيجي نصحح مش هنصحح 50%، بنصحح 38%، بنصحح 25%، لكن يعني اقصى تصحيح ممكن اعمله هو 50% من الطلعه. نعم، فدايما يبقى عيننا ان احنا ما نكسرش نص المسافه اللي احنا طلعناها على كل سهم. طبعا على حده دلوقتي زي ما احنا شايفين السيوله داخله بشكل قوي جدا على المؤشر الرئيسي، وشايفين في فئات المستثمرين دلوقتي في كذا جلسه، في اكتر من جلسه، ان المؤسسات الاجنبيه بدات تدخل بقوه شرائيه، وصدق بيحصل عمليات جني ارباح من مؤسسات صناديق الاستثمار المحليه. لسه المؤشر 70 اللي هو محدد الاوزان، او اقدر اقول عليه مؤشر الافراد، اللي هو بيحتوي على اكبر قدر ممكن من الافراد المتعاملين في البورصه المصريه، لسه بيتحرك بشكل يعني هقول اقل كفاءه، من مش الافضل، هو الاقل من مؤشر يعني الوزان. نقدر عاوز المقاطعه استاذ عصمت، نقدر نقول من كده ان المؤشر الرئيسي استحوذ على اكبر حظ من السيوله، وده حجب عن السبعيني ام ماذا؟ اتفضلي. تمام بالظبط يا فندم، زي ما حضرتك قلت هو مستحوذ على اكبر نسبه من السيوله الموجوده في الماركت. المؤشر ال 70 مش قادر يجري بالرغم ان هو لسه برضو ارقامه ايجابيه، لكن المؤشر ال 70 لما بيتحرك كل مره واحده، ما بيتحركش كروب روتيشن، ما بيتحركش اسهم وراها اسهم، زي ما شايفين كده في الرئيسي. يعني احنا عندنا سي اي بي اللي هو اكبر سهم عندنا في المؤشر الرئيسي، وصل لمنطقه بيك خلاص كده، المفروض ان انا منتظره في تصحيحها، قصادها ان انا اشوف اسهم ثانيه هتبتدي تاخد القياده وتتحرك هي الفتره اللي بعدها، يجيها المد فوري اكتر من سهم يبتدي ياخد القياده بعديه ويتحرك. نعم، في اسهم خبريه حصل عليها استحواذات زي الشرقيه للدخان، بدات تتحرك برضه بقوه ولسه فيها بوتنشال انها تصعد كمان، فدي مستحوذه على اهتمام المؤسسات الصناديق الاستثمار العربيه والاجنبيه على حد سواء. نعم استاذ عصمت، انا مخلي اتفضل. معنى ان المؤشر الثلاثيني صعد
بهذه القوة. هل هذا يعني ان تحول سلوك المتداولين في السوق من المضاربة على السبعين او اسهم الصغيرة الى الاستثمار حتى نستطيع ان نكون ان كان حتى قصير او متوسط المدى ام ماذا؟ بنسبة كبيرة ايوه استاذ محمد انا مع حضرتك متفقة تماما مع حضرتك. احنا دلوقتي بدأنا نتحول ان احنا مش مضاربات بس، احنا بندور دلوقتي على الاستثمار قصير او متوسط المدى، بلاش نقول دلوقتي اللي هو طويل المدى لان لسه في حالة حذر وترقب للسياسات النقدية والاقتصادية في الدولة. لكن كاستثمار ايوه دلوقتي في عندي الاسهم بقت جيدة جدا للاستثمار متوسط وقصير المدى، مش بس للافراد بقى، ده لسه نديق وللمؤسسات. اللاعب الرئيسي اللي كان غايب عننا الفتره اللي فاتت كلها وكنا بنقول ان احنا محتاجين يكون موجود بشكل قوي هي المؤسسات الاجنبيه، بدات تظهر تاني. بدانا نشوف كمان عمليات البيع في الجي دي ار، الاسهم المقيده في بورصه لندن بدات تشتغل. بدانا نسمع كمان عن اسهم جديده بدات يحصل لها يعني، وفي نفي بس مش عايزين نقول اسماء، لكن في اسهم مرشحه انها تتقيد في بورصات خليجيه هتبتدي تدخل برضو سيولة جديدة في الماركت. خلينا متفقين يا أستاذ محمد إن الماركت عندنا يعني جاذب جدا للسيولة وجاذب جدا للاستثمارات سواء محلية أو أجنبية أو عربية. نعم أستاذ أحمد تفضلي. إحنا حاليا في فرصة قوية جدا اللي عايز يبني مراكز، يعني زي ما بنقول دلوقتي إن إحنا في أب ترند، لكن إحنا في كوركشن داخل أب ترند، هي فرصة اللي عايز يبتدي يدخل ويبني مركز شرائي جديد. يعني توقف ماراثون رفع الفائدة على مستوى البنوك المركزية عالميا، هل هذا بينعكس في المستقبل القريب على عودة الاستثمارات إلى البورصة بقوة، أم أن لا تزال رؤوس الأموال وتحديدا يعني حتى الأموال الساخنة تدخل وتخرج دي في حالة من التراكم ربما تتغير الأجواء الاقتصادية العالمية؟ بس بالنسبه للهوت ماني الاموال الساخنه بتخرج وتخرج تدخل وتخرج بسرعه جدا، دي بتبقى مانلي موجوده في السندات واذون الخزانه، بتبقى يعني عايزه حركه سريعه، بتبقى منتظره مثلا تغيير في سعر الصرف، ارتفاع في سعر الفايده، حركه معينه بتدخل معاها قصادها وتخرج تاني بسرعه. لكن دلوقتي عمليات التثبيت اللي احنا شايفينها من الفدرالي، يعني الفدرالي ما ثبتش بس رفع بشكل هادئ. نعم. اللي خلى ان بعد البنوك المركزيه انها تعمل تثبيت، احنا كمان عندنا في مصر حصل تثبيت لسعر الفايده، بداش التاثير بتاعه يبقى سلبي على البورصه، لا بالعكس، يعني هو المفترض يعني كتب الفاينانس بتقول ان هو المفروض يكون سلبي، لكن هي الحقيقه ولا حتى ادانا حركه عرضيه، لان هو مش هو ده الخبر الرئيسي او اللي احنا منتظرينه. زي ما حضرتك عارف وكلنا عارفين ان احنا منتظرين اخبار ثانيه اللي هي اغلاق الفجوه السعريه ما بين سعر العمله المحليه وسعر العمله في البنك المركزي وما يبقاش فيه موازي. طيب. ده اكبر حاجه احنا محتاجينها حاليا اللي هتدخل لي بالفعل سيولة أجنبية آمنة وتدخل. نعم. بشكل قوي جدا في المؤسسات وفي الأسهم بتاعته كلها. طيب أستاذ أسمت، يعني كيف ترين العلاقة الآن ما بين ارتفاع المؤشر الثلاثيني وأسعار الأسهم على الشاشة؟ هل أصبحت العملية متقاربة إلى حد ما من القيمة السوقية المناسبة؟ يعني ما خلاش ما بنتكلم أصبحش بنتكلم على قيمة عادلة، لأن طبعا مع متغيرات الوقت بتتغير القيمة العادلة بالتأكيد. يعني ده حقيقي بتتغير القيمه العاديه، وخلي بالك ان حضرتك الزياده عندي طالعه في مؤشر اي جي اكس 30 اللي اغلب اسهمه بتعيد تقييم اسهمها بسعر العمله الاجنبيه، العمله اللي هي الدولار، فمع ارتفاع سعر الدولار بيعاد التقييم مره ثانيه وبيعاد القيمه العادله للسهم. نعم. فطبيعي جدا ان انا بلاقي في ارتفاع لسعر العمله بلاقي ارتفاع قصاده موازي ومضطرد لاسعار الاسهم، ويمكن ده السبب اللي بقول لحضرتك ان احنا مع ارتفاع مؤشر التضخم عندنا بدا المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه ان هو يرتفع. الارتفاع ده صحي بالنسبه لنا؟ ايوه صحي، واحنا منتظرينه ومنتظرين دعم اكبر من السياسات النقديه انها تقدر تخليني اثبت فوق الاب ترند بشكل اكبر. شايفين ان في حركه صحيه موجوده ودخول المؤسسات الاجنبيه والعربيه على حد سواء، او لسه ملف الطروحات والاستحواذات ما زال قائم، ده حقيقي، وده يعني عايز ودي اكيد بتشكل اضافه ربما متوقعه للسوق المالي. انا عايز اشوف النقطه الايجابيه اللي فيه ان انا لا زالت الاسهم على شركات مقيده عندنا، الشركات المحليه هي جاذبه للاستثمارات، ما حدش بيبيعها انها اصول غير مستغل، لا بالعكس هي لا زالت فرصه سانحه لكل المستثمرين والدول كمان، مش هقول استثمارات غير خاصه، لا دي فرصه للدول انها تدخل وتقتنص فرص استثماريه داخل الدوله، اللي هي بتقول ان انا لسه في طريق النمو الاقتصادي، وزي ما عندي شركات زي دي انا ان شاء الله يكون عندنا شركات اقوى منها واكبر منها. وسوق حضرتك يعني احنا على مدار ال10 سنين بس اللي فاتت تخرج من عندي اكتر من شركه ودخلت شركات تانية قويه
ماليا وبدات تتحرك مع السوق بشكل ايجابي. فده مش عايزنا نخاف ابدا ان يحصل استحواذات، لان عايز اقول ان دي طبيعه الحياه، ان احنا بنكبر الحاجه وبتكبر وبتستحوذ على اهتمام. بالتاكيد دايما اسواق المال يعني هي بالتاكيد لا تثبت على احوال يعني. وبنرجع تاني وبندور على شركات جديده وبتظهر تاني بشكل قوي وبشكل يعبر بصح بشكل قوي جدا عن الاقتصاد عندنا في الدوله. نعم استاذ عصمت 90 عظم يعني، هو انتهاء وقت المداخله. واستاذ عصمت انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخله وعلى هذا التحليل المستفيض. كنت معنا على الهاتف خبير اسواق المال. والى الاسواق الامريكيه، حيث اغلقت بورصه وول ستريت على انخفاض طفيف مع تقييم المستثمرين لمراجعه توقعات التجديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وتذبذبت المؤشرات الثلاثه الرئيسيه في اغلب الجلسه وسجلت خسائر اسبوعيه. وخسر المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 31%، كما تراجع المؤشر ستاندرد اند بوز 500 بنسبة 25%. وامتدت التراجعات ايضا لمؤشر ناسداك المجمع لينخفض بنسبة 9%. والى الاسواق الاوروبية، حيث اغلقت الاسهم على انخفاض لتكبد خسائر اسبوعية حادة مع معاناة المستثمرين من احتمالات بقاء اسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة اطول. وتراجع المؤشر ستوكس 100 الاوروبي بنسبة 0.3% ليلامس ادنى مستوياته في اكثر من اسبوع، مع تراجع قطاعي البناء والمواد الاساسية بنسبة 1% ليكون من بين اكبر الخاسرين. وصعدت اسهم تكنولوجيا بنسبة 0.8% على الرغم من تسجيلها لانخفاض اسبوعي يقترب من 2%. أكدت المملكة العربية السعودية أهمية التعاون الجماعي مع تحالف أوبك بلس لاستقرار الأسواق النفط في العالم. وشددت المملكة على حرصها على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثقيتها واستدامتها واستدامتها وأمنها. وأكدت السعودية أن تلبية احتياجات المستهلكين لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين. رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت، متوقعا ان تشهد السوق شحا في الامدادات لعدة شهور، خاصة بعد خفض الانتاج السعودي الروسي، مستبعدا ان تتجاوز اسعار $100 للبرميل. ورفع البنك من توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع ليصل الى $95 للبرميل. في ضوء خفض انتاج السعودية وروسيا، رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت، متوقعا ان تظل السوق تشهد شحا في الامدادات لعدة شهور. مورغان ستانلي رفع توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع ليصل الى $95 للبرميل من $82.5. في غضون ذلك، أعلن بنك جولدمان ساكس أن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك قد تثبت أسعار خام برنت فيما بين $80 و$105 للبرميل في عام 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على النفط واستمرار خفض الإمدادات. وعلى صعيد التداولات، استقرت أسعار النفط عند آخر تسوية، لكنها أنهت الأسبوع الماضي منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح، وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات ليصل إلى $93.27 للبرميل عند التسوية، كما تراجعت 0.3% خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا لتصل إلى $90 للبرميل، وهبط الخام 0.3% خلال الأسبوع، وهو أول تراجع منذ 4 أسابيع. وارتفع الخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية. تعافت مبيعات التجزئة البريطانية جزئيا في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، مما يزيد من الدلائل على تأقلم المستهلكين في البلاد مع ضغوط تكاليف المعيشة. وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7% الشهر الماضي، ليتراجع من أعلى مستوياته والتي تجاوزت نسبة 11% في أكتوبر الماضي. في دلالة على تأقلم المستهلكين مع ضغوط تكاليف المعيشة في بريطانيا، أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة تعافت جزئيا في أغسطس
مقارنة بشهر يوليو الذي شهد هطول أمطار غزيرة. مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أشار إلى أن حجم المبيعات ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 1.1% في يوليو. مكتب الإحصاءات أضاف أنه في حين أن المبيعات تشهد تقلصا بشكل عام، فإن الانتعاش الجزئي كان مدفوعا بمبيعات المواد الغذائية ومبيعات قوية للملابس في هذا الشهر. في المقابل تراجعت المبيعات عبر الإنترنت بشكل طفيف مع ذهاب بعض الأشخاص إلى التسوق، وانخفضت أيضا مبيعات الوقود إذ أثر ارتفاع الأسعار على الطلب. ووصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7% الشهر الماضي، ليتراجع من أعلى مستوياته التي تجاوزت 11% في أكتوبر الماضي، غير أنه لا يزال الأعلى من بين الاقتصادات الغنية الكبرى في العالم. ومع ذلك فإن بيانات أغسطس تظهر ارتفاع أحجام المبيعات على أساس شهري للمرة السادسة منذ بداية 2023، مما يشير إلى قوة طلب المستهلكين. في غضون ذلك أوقف بنك إنجلترا المركزي مسيرة رفع أسعار الفائدة التي بدأها قبل فترة طويلة مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم، وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 2021 التي لا يزيد فيها البنك تكاليف الاقتراض. ويعاني اقتصاد بريطانيا الذي تضرر بشدة من خروجه من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية من أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع. وصلنا إلى ختام حلقة يوم برنامج مؤشر النيل، إلى اللقاء غدا، دمتم في أمان الله.